هذه الجبال على ولاية أدم. سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام باسم الكريم. حمود محمد عمري. حمود؟ محمد عمري. الأخ حمود، ما اسم فريقكم؟ فريق خطى الأجداد. ما الحكمة من هذه التسمية؟ تيمنا بالآباء والأجداد سابقا. جميل. ما الذي أفادتكم التجارب السابقة في برامج المشي؟ أفادتنا كثير، التعارف ما بين المواطنين جميعا، التعرف على الطرق القديمة، وكذلك ميلوك الجبال. نعم، فوائد كثيرة كثيرة لا تحصى. بالنسبة لي طبعا نفس الشيء، لا تنسى الرياضة لها دور مهم. جميل. للإنسان. أبرز المنجزات التي قدمها الفريق؟ قمنا بتنظيم تقريبا في حدود 9 مسارات. ما شاء الله. بداية الفريق كانت 2011. جميل. 2011. نعم. سنويا كنا نقوم ب مسار واحد فقط. نعم. لكن حاليا التوجه يختلف. نعم. سيكون هناك تنظيم اكثر من مسار طوال السنه. هل يقتصر عملكم على جانب المشي والمسارات؟ كان في السابق نعم، لكن في التوجه الحالي لا. الاعمال التطوعيه بتكون بارزه ان شاء الله. نعم. حاليا في الفتره الحاليه والقادمه ان شاء الله. رساله لمن يعني ينشئ فريق، ما هي رسالتك لك؟ رسالة لمن ينشئ فريق، أولا يتأكد أول شيء أنه الأعضاء موجودين. نعم. والأعضاء طبعا الفاعلين. نعم. وبعدين يبدأ في تنظيم مسارات، يبتدئ من الأفضل أنه يبتدئ بمسارات خفيفة. نعم. لأنه كل ما زدت في المسار تدرجت صعوبة أكثر. تطلعات الفريق؟ والله تطلعاتنا ان نريد الفريق يكون في مصاف الفرق المتقدمه، ونحن الان كذلك نتمنى انه هناك في مظله تحتوي هذه الفرق الجبليه تقارب يعني في حدود تفوق 60 فريق جبلي على مستوى محافظه السلطنه. نعم. فلو كان في هناك هيئه او اداره يكون تحتوي هذه الفرق من باب التنظيم. نعم. يكون افضل. هل عندكم اهتمام بالناشئه ولا فقط على الكبار يعني؟ لا، الاهتمام بالناشئة توجهنا حاليا موجود. نعم. حتى نعمل مسارات لصغار السن، مسارات بسيطة تساوي مقدراتهم. جميل. أبرز المكتسبات التي وجدتها في هذا البرنامج مسير أدم؟ مسير أدم تعرفنا على كثير من الفرق والإخوة الموجودين حقيقة، يعني من زمان حد منهم ما حصلناهم ولا التقيناهم، وهذا طبعا من نتائج التجمع المسارات هذه. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله فيك.